بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: الرئيس الحريري عاد إلى بيروت ويقول العلاقة مع السعودية لن تتأثر بمحاولات البعض الإساءة لدورها لحسابات إقليمية. اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر بالرصاص أمام قصر العدل وسط عمان. يوم ثالث من العدوان المدمر على حلب وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم. وفي النشرة تتابعونا: في الرياضة، سيدات الرياض بيروت تسطرن إنجازا جديدا بعد فوزهن على بطلي بلغاريا. عاد الرئيس سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت، وكان الرئيس الحريري قد أكد أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية لن تتأثر بمحاولات بعض الأطراف الإساءة لدورها وتشويه صورتها لحسابات إقليمية معروفة. وأشاد الحريري بحرص المملكة على دعم لبنان ومساعدة كل اللبنانيين دون استثناء أو تمييز. توجه الرئيس سعد الحريري بأحر التهاني إلى القيادة والشعب السعوديين لمناسبة العيد الوطني 86 للمملكة العربية السعودية، آملا أن تبقى المملكة دولة قوية ورائدة للعرب والمسلمين في العالم. ونوه بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية وإغاثة اللاجئين، بدءا من القضية المركزية للعرب والمسلمين فلسطين، فأوعز بضرورة استمرار كل مقومات الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتابع الحريري: في الوقت ذاته يحرص خادم الحرمين الشريفين على إيلاء الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من حرب إبادة وتهجير منظم على يد النظام السوري وحلفائه الإيرانيين كل اهتمام، وتقديم كل مستلزمات الدعم والصمود لأبناء الشعب السوري وإنهاء الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة للأزمة اليمنية، فقد سارع الملك سلمان إلى مد يد العون للشعب اليمني والشرعية اليمنية وأطلاق عملية عاصفة الحزم ضمن إطار تحالف عربي واسع، وقدم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمادي كي تتمكن السلطة الشرعية من إعادة بسط سلطتها وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأشار الحريري إلى استمرار خادم الحرمين الشريفين في تقديم الدعم اللازم للعديد من الدول العربية والإسلامية، بدءا من مصر لتتمكن من النهوض ولعب دورها الريادي بالمنطقة العربية، ودعم الجهود والمساعي المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في ليبيا واستعادة العراق لعافيته، ناهيك عن الاهتمام بقضايا تتعلق باضطهاد المسلمين في أكثر من دولة جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول، والوقوف إلى جانبهم لرفع الظلم عنهم وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. وتطرق الحريري إلى ملف الإرهاب، فذكر بأن سياسة المملكة بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدمت مساهمة فعالة في مكافحة الإرهاب بالداخل والخارج، وإن كان بالمشاركة في التحالف الدولي للحرب على الإرهاب أو من خلال برامج دعوات للشباب ودعوتهم لعدم الانجرار إلى المنظمات الإرهابية، أو من خلال سلسلة الإجراءات والتدابير الأمنية الحازمة التي أدت إلى تضييق الخناق على الإرهابيين وكبح جماح تحركاتهم ونجاح القوى الأمنية السعودية في تعقب وملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية وإلقاء القبض عليهم بسرعة قياسية. وتوقف الحريري عند العلاقات المميزة بين المملكة ولبنان التي تميزت بالصداقة وحسن العلاقة والاحترام بين البلدين الشقيقين، وكانت المملكة حريصة كل الحرص على دعم لبنان ومساعدة كل اللبنانيين دون استثناء أو تمييز كي يستطيع لبنان من تجاوز أزماته ومشاكله الداخلية ويحافظ على أمنه واستقراره. وتابع الحريري: السعودية ما زالت مستمرة على هذه السياسة ولن تتأثر بمحاولات بعض الأطراف الإساءة لدورها وتشويه صورتها لحسابات إقليمية معروفة، لأن أكثرية اللبنانيين تحرص على استمرار هذه العلاقة. ويذكر اللبنانيون بكثير من الامتنان الجهود التي بذلتها المملكة لإنجاز اتفاق الطائف ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان لتجاوز تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ومساعدته في عملية إعادة الإعمار وتجاوز مشاكله الاقتصادية.
من جهة أخرى، اعتبر الحريري أن رؤية المملكة 2030 تشكل نظرة استراتيجية جريئة للانتقال بالاقتصاد السعودي من سياسة الاعتماد شبه الكلي على النفط إلى سياسة تعدد المداخيل وحصر النفقات وتخفيض عجز الموازنة إلى أدنى حد ممكن وإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار ولملاقاة المستقبل بسلسلة من التدابير والإجراءات الاحتياطية التي تجنب الوقوع في الأزمات والاختلالات التي تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن كل مشاكلنا السياسية هي بسبب الشغور الرئاسي. الراعي الذي كان يتحدث خلال جولة في منطقة البقاع الأوسط قال إن قيمة لبنان بتعدده وتنوعه، لذلك فنحن حريصون على الحفاظ على هذه التعددية لأنها تولد الديمقراطية والتكامل. وحيا الراعي الجيش والقوى الأمنية جميعها الموجودة لحماية الناس. اعتبر الرئيس ميشيل سليمان أن ما يعتقد أن المؤسسة العسكرية ستتأثر تحت أي ضغط هو ساذج. أضاف في تغريدة عبر تويتر إن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل، وقال يا رب نجنا من الوصوليين. نفذت حملة جنسية حق لي ولأسرتي وقفة احتجاجية رفضا لتصريحات الوزير جبران باسيل العنصرية في مسألة منح الجنسية. هذه الطفلة والآلاف غيرها من الأطفال ضحايا قانون لا ينظر في لبنانية أمهاتهم. بعد كل المساعي للضغط من أجل إقرار قانون إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، أتى تصريح وزير الخارجية جبران باسيل من نيويورك الداعي لإقرار هذا القانون باستثناء المرأة المتزوجة من فلسطيني أو سوري خيبة كبيرة. الأمر الذي استنكرته حملة جنسية حق لي ولأسرتي خلال اعتصام نظمته في ساحة رياض الصلح ردا على التصاريح العنصرية لباسيل كما قالت. كنا نقول يا معالي الوزير انه الطائفية عم تضل ضمن لبنان وعم نحاول نعالجها، والفضايح عم تضل ضمن لبنان وعم نحاول نعالجها، بس انه نطلع لبلاد برا ونفضح حالنا، لا كتير عيب هيك. الام اللبنانية مانا ناطرة منك انت تصنفها، والام اللبنانية مش انت اللي بتعطيها حقها. الام اللبنانية الدستور كفل حقها، شرعة حقوق الإنسان كفلت لحقها. المتزوجة من سوريا مثل اللي أخذي فرنسي، مثل اللي أخذي فلسطيني، مثل اللي أخذي برازيلي. نحن هون اللي أبهاتهم من جميع الجنسيات وأم اللبنانية اجتمعوا على مطلب واحد، وأنتوا اللي كل ياتكم لبنانية ما قدرتوا تنتخبوا رئيس وما قدرتوا تشيلوا زبالة وبدك تروح تبيعتك. شو مستفيد من أنه تنشر الكره والطائفية بين المواطنين؟ من لأي متى؟ من سنة الـ75 بتكون تخوفوا المسيحي من المسلم والدرزي من الإسماعيلي والبهائي ما بعرف. خلصنا خلصنا بقى. لبنان لكل اللبنانية اللي أمه لبنانية هو لبناني، عجبك أو ما عجبك. ونحن بنتمنى أنه يطلع الوزير ويعتذر عن هيدا التصريح العنصري اللي استنكروا لبنان واللي استنكروا المسيحي قبل المسلم. ونحن منقول له يا معالي الوزير انت ما بقى حق لك تصنف مين اصيل ومش مين اصيل، لانك طلعت جبران باسيل عنصري اصيل. الحملة التي تؤكد رفضها التمييز بين امرأة واخرى كما بين الرجل والمرأة دعت جميع القوى السياسية الى اقرار هذا القانون وعدم حرمان هؤلاء من الجنسية اللبنانية. وفيما كان الاحتجاج قائما في بيروت على مواقفه، كان الوزير باسيل يتغنى من ولاية تكساس الأمريكية بالتعددية التي تميز الشعب اللبناني وتجعله يحترم الآخر ويتعايش معه. If we in Lebanon, a country that is based on the coexistence between Muslims and Christians. هذا البلد يشكل جسرا بين الشرق والغرب، بين المسيحية والإسلام. إذا كنا اليوم في لبنان البلد الذي يتعايش فيه المسلمون والمسيحيون بالمناصفة بينهما غير قابلين للعيش معا، فلا مجال لأي شعب في العالم أن يقوم بذلك. وتتابعون بعد الفاصل. وزير خارجية الإمارات يتهم إيران بتقويض الأمن في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. اغتيل الكاتب الصحفي والناشط السياسي الأردني ناهض حتر جراء إطلاق النار عليه
أمام مدخل قصر العدل في العاصمة في منطقة العبدلي وسط عمان، وقد اعتقل مطلق النار الذي اعترف في التحقيقات الأولية أنه ارتكب جريمة احتجاجا على نشر حتى رسما كاريكاتوريا اعتبر مسيئا للذات الإلهية. عقب نشره رسما كاريكاتوريا أثار جدلا كبيرا في المجتمع الأردني، اغتيل الكاتب الأردني ناهض حتر الذي يبلغ من العمر 56 عاما إثر إطلاق النار عليه عند مدخل قصر العدل في العاصمة الأردنية عمان. الكاتب الأردني الذي أفرج عنه أوائل الشهر الجاري لقاء كفالة عدلية بعد أسبوعين من اعتقاله بتهمة المس بالذات الإلهية، قتل صباحا بثلاث رصاصات وألقي القبض على القاتل الذي اعترف بارتكاب جريمته على خلفية منشوره على موقع فيسبوك. مصدر أمني أردني أكد أن مطلق النار هو مواطن أردني من شرق العاصمة عمان كان خارج الأردن وعاد إليها أخيرا قادما من الحج. كما أشارت مصادر مطلعة على التحقيقات أن القاتل كان غادر المملكة منذ سنوات إلى دولة عربية مجاورة وانضم لإحدى المنظمات الإرهابية والتي يعتقد بأنها داعش. هذا وكانت تتم محاكمة حتر في قضية نشره رسما كاريكاتوريا اعتبر أنه يمس الذات الإلهية عبر حسابه في فيسبوك، حيث أشار المحامي فيصل البطاينة إلى أن دعوى الحق العام جرى تحريكها من قبل رئيس الوزراء الأردني بتهمتي إثارة النعرات المذهبية وإهانة المعتقد الديني، وأن حتر سلم نفسه للأجهزة الأمنية لحظة صدور الدعوى ضده. وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر قد تصل في حال إدانته إلى الحبس 3 سنوات. من جهته كان حتر قد نفى الإساءة للذات الإلهية قائلا إن الكاريكاتور يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجه الإرهابيون. ونهت حتر كاتب وصحفي يساري أردني يكتب في جريدة الأخبار، تخرج من الجامعة الأردنية ويحمل درجة الماجستير في الفكر السلفي المعاصر، معروف بمناصرته للنظام السوري ويعتبر عراب الحركة الوطنية الأردنية في العقد الأول من القرن الحالي. استهدف الطيران المروحي الأسدي صباح اليوم مركزا جديدا للدفاع المدني في مدينة حلب، في وقت تواصلت الغارات التي تشنها طائرات النظام السوري والطيران الروسي على حلب وأريافها، وخلفة مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلا عن دمار هائل رغم التحذيرات الدولية من حرمان مليوني شخص من مياه الشرب. لليوم الثالث على التوالي تواصلت الغارات التي تشنها طائرات النظام السوري والطيران الروسي على حلب وأريافها، حيث تعرضت أحياء بستان القصر والفردوس والأنصار لغارات بالقنابل العنقودية، في حين سقط العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين جراء قصف الطيران الحربي حي الهلك وحي القاطرجي بالبراميل المتفجرة. وبعد يوم واحد من استهداف مركزين للدفاع المدني في المدينة، استهدف الطيران المروحي الأسدي مركزا جديدا للدفاع المدني في حلب وهو مركز هنانو، مما أدى إلى إخراجه عن الخدمة، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال توقفت مراكز الإسعاف عن إنقاذ الجرحى جراء القصف المتواصل. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أن مليوني شخص تقريبا يعانون من انقطاع المياه في حلب بعدما قصفت قوات النظام إحدى محطات الضخ، بينما أوقفت الفصائل المقاتلة العمل في محطة أخرى تضخ نحو الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. إلى ذلك تمكن الثوار من استعادة السيطرة على كامل مخيم حندرات الواقع إلى الشمال من مدينة حلب بعد تنفيذهم عدة هجمات معاكسة وعنيفة ترافقت مع قصف مكثف من قبلها على تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي حماة سيطرت فصائل المعارضة السورية على معمل السكر ومحطة القطار شمال قرية الكبارية بريف حماة الشمالي، وجاء تقدم الثوار عقب اشتباكات عنيفة مع كتائب النظام والميليشيات الموالية لها خلفت قتلى وجرحى في صفوف الأخير. في المقابل شنت المقاتلات الحربية الروسية والسورية عشرات الغارات الجوية على قريتي معان والكبارية في ريف حماة الشمالي، مما تسبب بدمار كبير في ممتلكات المدنيين.
هذا ويلتئم عصر اليوم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة لبحث التصعيد العسكري على حلب وسط اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي في سوريا. تزامنا دعت المعارضة السورية المجتمع الدولي إلى البحث عن استراتيجية جديدة لحماية المدنيين واجتثاث الإرهاب من منابعه. العدوان الروسي الأسدي المدمر على مدينة حلب ولا سيما الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة استدعى دعوة فرنسية أمريكية بريطانية لعقد جلسة طارئة وعلنية لمجلس الأمن الدولي. ويأتي الاجتماع بعد إصدار وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، بيانا مشتركا قوي اللهجة قالوا فيه إن الصبر على موسكو له حدود. ودعا البيان روسيا إلى إثبات سعيها ونيتها لاتخاذ خطوات غير عادية من أجل إنقاذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا وتهيئة الظروف الضرورية لاستئناف محادثات السلام بشأن عملية الانتقال السياسي. وألقى البيان الضوء على القصف العنيف والمثير للغضب الذي استهدف قافلة المساعدات في سوريا الأسبوع الماضي كمدان الهجوم غير المقبول لقوات النظام السوري على شرق حلب بدعم من روسيا. أما وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون وفي مقابلة التلفزيونية فقال إن روسيا مسؤولة عن إطالة أمد الحرب في سوريا وزيادة بشاعتها، وربما تكون ارتكبت جريمة حرب من خلال استهداف قافلة الإغاثة في حلب. بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي أن المعاناة العشوائية التي لحقت بالمدنيين الأبرياء تشكل انتهاكا غير مقبول للقانون الإنساني الدولي. من جهتها دانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الجوية على حلب التي تظهر أن النظام يقتل شعبه بلا رحمة ولا نية لديه للحل السياسي، معتبرة أن هذه الأعمال تعد جرائم خطيرة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. تزامنا أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض الحجاب في سلسلة تغريدات على موقع تويتر أنه دعا إلى اجتماع طارئ للهيئة في الأيام المقبلة لمناقشة مستقبل العملية السياسية، مطالبا المجتمع الدولي بتبني طرح جديد في معالجة الأزمة السورية بدلا من الدوران في حلقة مفرغة حول قضايا هامشية لا قيمة لها على الأرض. وأضاف حجاب أنه آن الأوان لتخفيف معاناة الشعب السوري من خلال لتوفير ملذات آمنة وإسقاط المساعدات على المناطق المحاصرة ولتبني سياسة أكثر حسما إزاء جرائم النظام، معتبرا أن اجتثاث الإرهاب لا يتم عبر الأقمار الاصطناعية والقصف الجوي بل من خلال عملية شاملة تستهدفه من منابعه. وللمزيد عن الأوضاع في حلب ينضم إلينا عبر السكايب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. سيد بهاء أهلا بك معنا، ما جديد التصعيد الميداني على حلب وكيف تصف لنا الأوضاع الإنسانية لسكان المدينة خصوصا مع غياب العنصر الأساسي للحياة وهو المياه؟ أهلا بكم. بالحقيقة القصف على حلب عنيف ومكثف، الطائرات تحرق حلب في كل معنى الكلمة، نتحدث عن مئات الشهداء خلال يومين فقط، أكثر من 200 شهيد حتى اللحظة في حلب وريفها نتيجة التصعيد الجوي على الأحياء السكنية المحاصرة وعلى أرياف حلب. في داخل الأحياء السكنية جميع الأحياء تقصف، لا يوجد أي حي يسلم من هذا القصف. ومنذ قليل هناك منزل في حي بسان الباشا وراح ضحيته 7 شهداء، أيضا في حي الهلك هناك 5 شهداء، وفي بقية الأحياء هناك ما يقارب 10 شهداء حتى اللحظة، 20 شهيد منذ ساعات الصباح الأولى وإلى الآن القصف مكثف. الجدير بالذكر بأن روسيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا كالقنابل النابلم الفسفورية وأيضا كالقنابل العنقودية والصواريخ الارتجاجية. هذه الصواريخ تقوم بخرق 5 أمتار تحت الأرض وهي تسعى لخرق الملاجئ وهي تستطيع خرق وتدميرها. أسلحة محرمة دولية تستخدم بحق الأبرياء المدنيين في داخل حلب ومحرقة حقيقية بحق أهالي حلب. لا أستطيع وصف المأساة التي تمر الآن على حلب، ولكن هي أكبر مأساة تعرضت لها المدينة. حصار قاسي، قصف مكثف، تصعيد جوي بشكل كبير جدا، والأهالي في داخل حلب ليس لديهم لا حول ولا قوة إلا بالله. حملة عنيفة استهدفت المدينة وهذا خلف مئات الجرحى، أكثر من 400 جريح حتى اللحظة. هذا يعني بأن حالة الطب في حلب سيئة جدا. نحن نتحدث عن مشافي ميدانية دمرت وهناك مشافي لا تصل
تستطيع استيعاب هذه الأعداد. هناك العشرات ربما المئات من الجرحى ينتظرون دورهم للعلاج، فغرف العمليات لا تستطيع من استيعاب هذه الأعداد الضخمة. حلب تموت في كل معنى الكلمة، الطائرات قصفت حلب، الأهالي يقولون بأن إن بقي هذا القصف على نفس الوتيرة حلب ستمسح من الخارطة، لأن القصف يدمر شوارع بأكملها، يدمر منازل في كل قصف 20 منزل في أكمله، مباني ضخمة تهدم بشكل كامل. يعني من ينظر إلى حلب الآن يعلم بأن حجم المأساة كبيرة جدا، حلب تبات في كل معنى الكلمة. شكرا لك بهاء الحلبي الناشط الإعلامي من مدينة حلب. إلى العراق، حيث قتل 8 أشخاص وجرح 20 حين فجر انتحاري حزامه الناسف في حي الإسكان التجاري غرب العاصمة بغداد. جاء الهجوم بعد ساعة من فرض إجراءات أمنية مشددة في مناطق العاصمة بغداد ولا سيما الأحياء التجارية. أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وإب، مستهدفة قاعدة الديلم العسكرية ومحيط المطار الدولي شمال العاصمة، كما استهدفت أيضا مبنى الأمن المركزي في مفرق جبلة. إلى ذلك قتل العقيد الركن حسن الملصي في معارك على الحدود اليمنية السعودية، وهو قائد عسكري كبير لما يعرف بجبهة نجران التي تنفذ هجمات على مواقع عسكرية سعودية، ويعتبر من المقربين من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد. قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الممارسات الإيرانية تقوض الأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الشيخ عبد الله في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، أضاف إن طهران مستمرة في سياستها القائمة على التدخل في شؤون دول المنطقة، وفيما اتهمها بتسليح الميليشيات وتطوير برنامجها الصاروخي دعاها إلى الكف عن لعب دور سلبي في المنطقة. أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير ما زال يرفض القبول بعبارة حل الدولتين على أساس حدود العام 67، واتهمه بالقفز على مبادرة السلام العربية عبر محاولة التطبيع مع الدول العربية دون الانسحاب من الأراضي المحتلة. من جهة أخرى، استشهد الأسير الفلسطيني ياسر ذياب حمدونة البالغ من العمر 40 عاما في أحد سجون الاحتلال جراء إصابته بجلطة دماغية، وكان الأسير حمدون أمضى 14 عاما في سجن رامون بعد الحكم عليه بالمؤبد بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. في النشرة بعد الفاصل، اعتقال منفذ الهجوم المسلح على مركز تجاري في واشنطن. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الرئيس الحريري عاد إلى بيروت ويقول العلاقة مع السعودية لن تتأثر بمحاولات البعض الإساءة لدورها. يوم ثالث من العدوان المدمر على حلب وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم. اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر بالرصاص أمام قصر العدل وسط عمان. شهدت مدينتا إلينوي وبالتيمور الأمريكيتان عمليتي إطلاق نار أدتا إلى سقوط عدد من الجرحى بالتزامن مع عملية طعن في بوسطن واعتقال منفذ الهجوم المسلح في واشنطن قبل أيام. سلسلة اعتداءات متنقلة شهدتها بعض الولايات الأمريكية ما رفع حدة التأهب الأمني في البلاد. فقد ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن مسلحا فتح النار في أحد ممرات جامعة ولاية إلينوي قبل أن يلوذ بالفرار، فيما طالبت الشرطة السكان المحليين بالابتعاد عن موقع الجريمة الذي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر. وفي أحد شوارع بوسطن جرح عدد من المواطنين جراء تعرضهم لعملية طعن بالقرب من أحد المسارح، فيما أعلنت الشرطة أنها تبحث عن شخصين يشتبه بتورطهما في الحادث. وكانت مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند مسرحا لعملية إطلاق نار أدت إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم طفل. وذكرت الشرطة أن 3 أشخاص نفذوا الهجوم قرب مقبرة في المدينة ثم لاذوا بالفرار. من جهة أخرى، وبعد مطاردة استمرت نحو 24 ساعة في شمال غربي الولايات المتحدة، اعتقلت الشرطة المشتبه به في تنفيذ هجوم مسلح على مركز تجاري في واشنطن ليلة الجمعة الفائت، ما أسفر حينها عن مقتل 5 أشخاص.
وأوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم هو أمريكي من أصل تركي في 20 من عمره ويدعى أركان ستين، مشيرة إلى أنه لم يقل شيئا لحظة اعتقاله وبدأ كأنه في غيبوبة، كما أنه لم يكن مسلحا وكان يحمل جهاز كمبيوتر. إلى مدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية التي شهدت موجة تظاهرات جديدة لليلة الخامسة على التوالي احتجاجا على مقتل شاب من أصل إفريقي برصاص الشرطة في المدينة، ورفع المحتجون لافتة كتبت عليها عبارة أوقف وحشية الشرطة وأخرى تظهر صورة كف مرسوم بالدم مع عبارة هل أنا التالي؟ جرح شرطيان مجريان في انفجار ضخم هز وسط العاصمة بودابست ليلة السبت، فسارعت الشرطة إلى تطويق الموقع وأخلت المباني القريبة منه. وقالت الشرطة في بيان أنها استعانت بخبراء لفحص المنطقة ومقابلة الشهود وجمع البيانات، فيما رفض متحدث باسم الحكومة التعليق عما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم متعمد. دعا زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار ومسؤولون موالون له إلى المقاومة المسلحة للحكومة. وأصدر مشار ومسؤولون في الحزب المعارض بيانا قالوا فيه إن قواتهم سوف تعيد تنظيم صفوفها لشن مقاومة شعبية مسلحة ضد ما وصفوا بالنظام الاستبدادي العنصري للرئيس سيلفاكر. ظهر زعيم جماعة بوكو حرام المتشددة في نيجيريا أبو بكر شيكاو بشريط مصور أكد فيه أنه بصحة جيدة، وذلك بعد إعلان الجيش النيجيري عن إصابته بجروح خطيرة الشهر الماضي. وقال شيكاو في التسجيل الذي بثه على موقع يوتيوب: فقلتم على مواقع التواصل الاجتماعي إني جرحت أو قتلت لكني بصحة جيدة وبأمان. أعلن وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر أن بلاده هزمت حركة الشباب المتطرفة عسكريا جراء عمليات مشتركة ناجحة للجيش الصومالي وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. وأشار عمر إلى أن متشددي الشباب باتوا يسيطرون على أقل من 10% من البلاد قائلا إن الكثير من قادتها قتلوا أو انشقوا في الأشهر الأخيرة. وفي النشرة بعد الفاصل: حريق مفتعل في معمل فرز نفايات بعلبك. أهلا بكم من جديد. خسائر بنحو مليون دولار بعد أقدام مجهولين على إدرام النار في معمل فرز النفايات الخاص بالبقاع الشمالي. حريق ضخم أتى على محتويات وتجهيزات معمل فرز النفايات عند مدخل بعلبك الشمالي ليلة أمس بعدما أقدم مجهولون على إضرام النار فيه ولذوا بالفرار. وعلى الفور حضرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني التي تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات للقبض على الفاعلين. حسب مدير المعمل الأستاذ سامر زهران بقدر الأضرار يلي إجا اليوم الصبح بكير كشف عليها، بيقول إنها بحدود المليون دولار. نحن بنعتبر هذه الجريمة جريمة شائنة بحق بعلبك وبحق المنطقة كلها، بحق منطقة البقاع الشمالي كلها، لأنه هذا المعمل معمول ليستفيد منه بعلبك وكل القرى المجاورة في منطقة البقاع الشمالي. كما توقع اللقيس عودة أعمال الفرز في المعمل بعد نحو شهر وهي مدة إعادة تجهيزه. في الأردن أمسية غنائية أحياها الرحابنة في منطقة البحر الميت بحضور نحو 4000 متفرج. هكذا كان ليل البحر الميت، أمسية غنائية رحبانية من أكبر الحفلات الخارجية التي أجريت في الأردن ضمن مهرجان Dead Sea Live Nights بقيادة أسامة ومروان الرحباني. هبة طوجي، غسان صليبة، سيمون عبيد، رونزا غنوا الفن الرحباني الهادئ والثوري والوطني. نحو 4000 متفرج من عشاق الموسيقى اللبنانية استمتعوا بهذا العرض. رحباني بقدموا فن راقي جدا وبرجع وبيحكي عن أغاني أيام زمان وعم بحطوها بشكل جديد معاصر، بنفس الوقت بحاكي كل مشاعر الناس من غضب وحزن وذكريات جميلة كتير. منطقة بتشهد مشتعلة زي ما بتعرف وحروب، احنا الفن هذا هو اللي بيهدي النفوس والموسيقى الحلوة، والمدرسة الرحبانية مشهورة في
إنها مدرسة معتدلة ما بتغني لأشخاص، بتغني للأوطان. معزوفات الأوركسترا السيمفونية الأوكرانية اختلطت بالأصوات العذبة فأصابت البعد التراثي لمنطقة المهرجان. تتابعونا في الرياضة بعد الفاصل. ريال مدريد يتعثر مجددا بالتعادل ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم. أهلا بكم من جديد وإلى نشرة الرياضية مع صبح إبلوي. تفضل. هنادي مرحبا مشاهدينا، نبلش الأخبار الرياضية من تلفزيون مستقبل لليوم من المحليات وإنجاز جديد للرياضي بيروت وهالمرة عبر فريق السيدات، حيث حققت بطلات لبنان فوز تاريخي على بطل بلغاريا هوزكوف ضمن بطولة سامسون التركي الودية للسيدات بكرة السلة. في إنجاز جديد لبطل لبنان للسيدات الرياضي بيروت، حقق الفريق الأصفر أول فوز بتاريخ كرة السلة اللبنانية على حساب فريق أوروبي بفوزه على بطل بلغاريا هاسكوف وبنتيجة 88 مقابل 84 بعد وقت إضافي ضمن بطولة سامسونج التركية الودية التي يشارك فيها 4 فرق أوروبية إضافة إلى بطل لبنان. وبهذا الفوز أكدت سيدات الرياضي بيروت أن التطور الذي بدأ منذ 5 سنوات أصبح اليوم على مستوى عالمي بقيادة المدرب الوطني إلي نصر وبالدعم الإداري من نائب رئيس النادي تمام الجارودي، حيث وقع الرياضي لهذه البطولة مع 3 أجانب بينهم كابتن منتخب صربيا للسيدات إضافة إلى كابتن الفريق أفضل لاعبة في آسيا ريبيكا عقل. يذكر أن جميع الفرق الأوروبية المشاركة بهذه البطولة ستلعب ضمن بطولة أوروبا للسيدات التي تبدأ الشهر المقبل. ومحليا أيضا أقام نادي الجولف اللبناني بطولته السنوية بسباحة بحوض النادي وشارك فيها 65 سباح وسباحة تراوحت أعمارهم من 7 سنوات لغاية 17 سنة، حيث تنافسوا بمسافتين هن 33 و66 متر حرة وفراشة. وأقيم حفل توزيع الميداليات بعد المنافسات وحضروا رئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيس اتحاد التنس رئيس مؤسسة مايك سبور سمير صليبة الراعي للبطولة ورئيس اتحاد الجولف كريم سلام ورئيس نادي الجولف رياض مكاوي وأهالي المشاركين والمشاركات، ورحب بالحضور المستشار الإعلامي الزميل حسام محيدين، وكانت كلمة لمكاوي وللسيدة دينا حمدان موسوي يلي قدمت هدية لرئيس النادي وللمدرب مصطفى بغدادي يلي أذاع النتائج، وتم تسليم الميداليات والكؤوس للفائزين وللفائزات أيضا بنادي الجولف بالوقت اللي كانت الأجواء مماثلة لإقامة هالبطولة. بدنا نذكر أنه نادي الجولف كان أقام أيضا بطولات عديدة بالتنس هالموسم، وخصوصا أنه أعاد إلى الحياة إحياء عدة نشاطات وعدة مسابقات كان يعتاد النادي على أنه ينظمها بالسابق. منتابع كمان ومحليا ومنرجع للنادي الرياضي بيروت، ولكن هالمرة بلعبة البينج بونج يلي حقق فيها بطل لبنان رشيد الببو رقم تاريخي لبناني بإحرازه لقب بطولة لبنان للمرة 10. رشيد الببو اسم كبير بعالم رياضة البينج بونج بلبنان والعالم العربي، ورشيد يلي بلش يمارس هاللعبة بنادي اللواء صيدا ومن بعدها بنادي الأهلي صيدا بعمر كتير صغير قبل ما ينتقل بالعام 2000 إلى أحد أعرق الأندية بآسيا الرياضي بيروت. وقدر يحقق الببو رقم تاريخي مع الرياضي بيروت بلعبة البينج بونج بإحرازه بطولة لبنان للمرة 10، وهيك بيكون كسر رقم بطل لبنان محمد الهبش اللي عنده 9 ألقاب. الببو بيعتبر انه التدريب والمثابرة هن اساس النجاح. البينج بونج بلشت فيها من ال 94 كان مع مدرب محمود بديع، والحمد لله يعني انه كانت اسست مظبوط، يعني انه كانت البداية مع كوتش كتير مهم وعطيني البيس الاساسي لقدرت انه كمل باللعبة واتمرن كتير منيح. وبتعرف ان احنا عندنا بلبنان ما في يعني نادي يحضنك كتير قوي، فكله مجهود فردي، وكان احنا نتابع اللعبة عن طريق انه نعمل معسكرات برا وتمرينات دايما ونتابعنا كتير اللعبة يعني خاصة مع المنتخب وهيك، فهذا اللي خلينا انه والحمد لله كان في نتائج بكير. يعني كنت انا اول ما بلشت اول بطولة يعني بعد 2 سنين عملت تاني ببطولة الكبار وانا كنت بعدني ناشئ، فهذا اللي اعطاني الدافع يعني انه اقدر اتابع واعمل انجازات. والحمد لله يعني اول سنة ربحت البطولة بال 2000 بطولة الكبار، وهذا اعطتني دافع لانه دلني تابع واتمرن والحمد لله
يعني أعطيت جهد كتير كبير يعني المعسكرات والمشاركات لقدرت أن أحقق هذا الإنجاز. بطل لبنان وبعد هالإنجاز التاريخي مع الرياضي بيروت بدأ بالتوجه إلى العالمية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بيعتبر رشيد الببو أنه الآفاق هنيك ممكن تكون مفتوحة له بلعبة عشقها من صغره. هلا أنا يعني الخطوة الثانية طالع على أمريكا، أول شيء عندي بطولة يو اس أوبن بفيغاس شهر الجاي، ومنها بدي يكون تحضير للسنة الجاي يعني لأخوض مع يمكن مع نادي الرياضي أو نادي تاني، يعني بعد ما أعرف في عروضات كتير من أندية تاني يعني، وأنا لا إن شاء الله مكمل يعني، بس كدورات داخلية مكمل بحكمل ببطولتين، هي بطولة الأندية وبطولة لبنان، والدورات تكون حتكون كلها خارجية برا يعني، بحكم حكون بأمريكا بمرحلة هلا، وحكون شارك بالبطولات الدولية المفتوحة بين أمريكا وأوروبا. رشيد الببو قادر يعطي على الأقل بعد 5 سنوات بلعبة البين بون، وبالتالي من الممكن جدا انه يحقق المزيد من البطولات المحلية بلبنان لحتى يحفر اسمه اكثر بالذهب بلعبة احبها من صغر ومارسها، واكيد من الممكن يدربها بالمستقبل ليفيد المجتمع اللبناني من الخبرة الكبيرة اللي اكتسبها. وعلى صعيد الانجازات ايضا بطل من شمال لبنان وتحديدا من خريبة الجندي هو ركان المراد، يلي احرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم للباور ليفتينج يلي صارت ببولندا، وعلى الرغم من غياب الدعم المادي لهالبطل. ركان عبد المنعم مراد 18 سنة وعم يدرس الهندسة بالجامعة، قدر يرفع اسم عكار وشمال ولبنان خلال بطولة العالم للباور ليفتينج يلي صارت ببولندا أوائل الشهر الحالي، والقصة بلشت مع ركان بوقت كتير قصير. كنت مرن مثل أي شاب، كنت بالجيم متمرن، لفت نظري المدرب اللي هو عم يدربني هلا، حكيت معه واتفقنا إنه يمرني، حبيت أتمرن معه كتير، هو من زمان عباني. كان في بطولة شمال بعد شي شهرين تلاتة كان بوقتها، حضرنا وبزنا ضبطنا من الأول، بعدين كان بعد 4 أشهر بطولة لبنان، وصار طموحي إني أطلع قصة أعلى، حسيت إنه مستوي أعلى مني وده اللي هون موقف، لازم نطور حالي قصة. مرنا تقريبا 2 سنين وحسينا حالنا إنه صار فينا نطلع لبرا، وطلعنا لبرا أكيد بفضل الأستاذ رئيس الاتحاد حسن المقلب والأستاذ قيسي والأستاذ كايك اللي كلهم ساعدوني توصلت لهون. أكثر من 50 دولة كانت عم تشارك ببطولة العالم، وركان واجه منافسة من 9 دول وقدر يحقق الميدالية البرونزية بالوقت اللي حققت فيه أوكرانيا الذهب واليابان الفضة. كان بدنا شوي تركيز أكثر، يعني أنا ولا مرة لعب شي برات لبنان، يعني كان كلهم تحدوني، كلهم لعبين شي برات منطقتهم، يعني كذا دول كان لعبة برات، كان من أول مرة يلعب بطولة عالم، أنا أول مرة بطلع برات لبنان، في منهم كان لعبين بطولة عالم مرتين يعني، فإنه كان كتير إيزي عليهم إنه يرجعوا يتعدوا. أنا كنت كتير عندي شوي خوف إني أطلع ستيج لأول مرة، ما كنت بعرف شو بدي أعمل، مين ناطرني، وكانت البطولة لايف على اليوتيوب، فكنت شوي هيك منك بالمود. طموح ابن الشمال كبير وبيعتبر إنه بينقص الخبرة ليكمل المشوار وعينه على الذهب. دائما الواحد لازم يسأل كتير تيتعلم، والخبرة ما بتيجي سنة وسنتين، أنا هلا وصلت بتطعنه مزبوط، بس كمان نقصني كتير، إنه كل يوم بتعلم شيء جديد، وكل يوم حتشوف أشياء أنت كنت مصورها صح تطلع غلط، وإذا كان صح تطلع غلط وغلط تطلع صح، بس مع الأيام كل واحد يتعلم وكله حيصير يعني، كله بس واحد حط شغله بيكون عنده عزيمة نوصل لكل نوصل وين ما كان. أبيبه أنه الدعم ببلد مثل لبنان دائما مفقود، ولكن العزيمة والإصرار ودعم الأهل والأصحاب والجمعيات بيعود ولو بشكل جزئي عن الدعم الرسمي. وبالأخبار الدولية، سقط ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي بفخ التعادل واكتفى بنقطة واحدة من مباراته مع لاس بالماس وتعادل 2-2، وكان ريال تعادل أيضا بمنتصف الأسبوع مع فيا ريال بعد 4 انتصارات متتالية ببداية الموسم، واستعاد ريال المركز الأول يلي أخذه برشلونة مؤقتا امبارح كمان بفوزه، ورفع الريال رصيده ل 14 نقطة مقابل 13 نقطة لمنافسه برشلونة. واستبعد المدرب زين الدين زيدان مواطنه المهاجم كريم بنزيما وأشرك بدلا منه ألفارو موراتا. والحدث الأبرز بالمباراة كان وقت أخرج زيدان كريستيانو رونالدو بالدقيقة 77 بخطوة لم تعجب كثيرا النجم البرتغالي. هذا كل شيء بالرياضة لهلأ، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة نذكركم بالعناوين: الرئيس الحريري عاد إلى بيروت ويقول العلاقة مع السعودية لن تتأثر بمحاولات البعض الإساءة لدورها لحسابات إقليمية. اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر بالرصاص أمام قصر العدل وسط عمان.
يوم ثالث من العدوان المدمر على حلب وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم. وتابعنا في الرياضة، سيدات رياض بيروت تسطرن إنجازا جديدا بعد فوزهن على بطل بلغاريا. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.